et énergie électrique. Le sens, نقصدو بها القدرة الاستهلاكية لأي أباري موجودة في الدار. شو نقصدو بها القدرة الاستهلاكية؟ يعني كمية الطاقة اللي تستهلكها أي أباري في ظرف ثانية. هذا مفهوم البويسانس عموما. به نراو قدامنا سيركوي بير جينيراتور لامب موتور انتربتور. باش نقيس بويسانس تاع الموتور والا بويسانس تاع اللامب لازم يبداو عندنا دو غراندور مهمين هما تنسيون والانتنسيتي دو كوران. اوكي لي دو غراندور هذوما يخليونا نقيسو بويسانس. كيف البويسانس؟ هي تو سامبلومون هي التنسيون فوا لانتنسيتي دو كوران. اوكي يعني كي نراو بويسانس هي U فوا I. U سيكسبريم ان كوا؟ تنسيون سيكسبريم ان كوا؟ ان فولت. تري بيان. ويل كوران لانتنسيتي دو كوران سيكسبريم ان امبير. دونك البويسانس عندها يونيتي خاصة بها زادا هي الوات. اوكي مي عنا قاعدة أخرى هي بويسانس إيجال لينيرجي على المدة الزمنية اللي استهلكتها الماكينة. دلتا تي هذه هو الفارق الزمني. اوكي شنو هو الفارق الزمني؟ هو دو تون دونك تي اف موان تي انيسيال. اوكي والا تكتب هكا E sur T. C'est bon. القواعد هذوما الزوز مهمين جدا. اوكي بي لينيرجي هي البويسانس فوا دلتا تي فوا طون. بويسانس فوا الزمن. L'énergie s'exprime en quoi? En joule. En joule. Ok? Joule. Hawa. Watt. Quoi? Second. Et en système international. Ok? En unité orine, racine de l'énergie. Watt fois heure ou elle كيلووات كيلووات فوا اور. اوكي باش نعمل باش نحول ان وات جول والا من جول لواتور عندها قاعده والا ان كيلووات جول ولا من جول لان كيلووات. هذوما قواعد un water ça fait 3600 joules. Un kilowattheure kilowattheure pour 3,610 puissance 6 joules. Qui a dit que l'exercice l'énergie en joules le col que battel hé les water taxe à la tête c'est les taxes. وكاين يحبها بالكيلواتور تقسم على 3.6 10 بيسونس 6 جول. اوكي هذوما مهمين. كيلواتور كيلو هي 10 بيسونس 3. 10 بيسونس 3 واتور. واتور هي 3600. مفهومة بال معناها من جول كيفاه بالسكوند. اوكي 3600 تري بيان. On continue.
نعمل توا اكزرسيس ابليكاسيون صغيره نوصفوا فيها القواعد اللي تعرف عليهم الفوق. اوكي نمشي السيركوي نتاعنا. يقول لك لابليكاسيون ولا في الاكزرسيس يقول لك احسب لي البويسونس نتاع اللامب، القدرة الاستهلاكية نتاع اللامب، وعندك تنسيون نتاع الجينيراتور وعندك تنسيون نتاع الموتور كوم دوني، اما ما عندكش تنسيون نتاع اللامب. شنو هو القانون اللي لازمنا نخدمو بيه؟ هو لا لوا دي مال اللي لقيناه عم ناول عند البروميير. اللي عنده بروبليم لوا دي مال هو باش نوريه، تابعوني. لوا دي مال شنو هو؟ هو سون دي تونسيون ايجال زيرو. دونك اول حاجة لازمني نحطها هي شنو هي؟ سونس تاع الكورون. الكورون يمشي من بلوس للموان، والالكترون الالكترون كون معلومة الالكترون يمشي من الموان للبلوس. اوكي ما نغلطوش فيها الحكاية هذي، هاو موان. شفت كيفاش البداية نتاعو؟ هذي السونس تاع توا السونس تاع الكورون يمشي من البلوس للموان. باهي ثاني حاجة لازم نحطو لي تونسيون. عندنا دو كونفونسيون، كونفونسيون دان جينيراتور وكونفونسيون دان ريسبتور متلقي. اوكي الكونفونسيون دان جينيراتور شنو تقول؟ تقول ان السونس تاع الكورون والسونس تاع التونسيون يمشيو في نفس الاتجاه، هذا السونس تاع التونسيون. بالنسبة توا للموتور، تونسيون تاع الموتور بالنسبة للكونفونسيون دان ريسبتور، كونفونسيون دان ريسبتور يقول السونس تاع الكورون والسونس تاع التونسيون يمشيو ما يمشيوش في نفس الاتجاه، كل واحد يمشي في اتجاه مغاير عكس بعضهم. دونك شفتوا كيفاه؟ هذا التونسيون نتاع الموتور. اوكي بي هوني تاع الكورون كيف كيف عكسه par convention d'un récepteur et U et B. Tu as dit que le sens de la tension, c'est le trajet, le rasmi, le choix arbitraire interne. Maintenant, tu as dit que tu as dit que B. Tu as dit que نطبق لوا دي مال. شفت المارون؟ المارون يمشي مع السونس تاع التونسيون تاع الجينيراتور، معناه يمشي مع بعضهم في نفس الاتجاه، يعني بلوس بلوس او. اوكي يمشيو في او عكس بعضهم يعني موا بي، معناه هذا السونس نتاعنا والسونس تاع التونسيون بالنسبة للموتور يمشيو عكس بعضهم. دونك U تونسيون تاع الموتور. اوكي بي كيف كيف بالنسبة لللامب موان U L تونسيون تاع اللامب إيكالا زيرو. اوكي هذه أول حاجة. شنو قالنا في الإكزارسيس؟ قالي طلعلي البويسونس تاع لامب. اول حاجه لازم نطلع تونسيون تاع لامب U L إيكال إيكال U موان تونسيون تاع الموتور. اوكي بيه طلعت هنا هذي. شنو هو كيفاش باش نطلعها البويسونس تاعو؟ بويسونس نضربها بويسونس، هي القاعده تاع البويسونس هي شنو؟ هي U فوا I. نضرب في الاتجاهات الكل نشير تي الاي. دونك هذي تولينا بويسونس تاع اللامب
égale puissance ta générateur moins puissance ta moteur. Ok? هاني طلعت. شفت كيفاش طلعت البوسونس تاع اللامب باش قانون توتر. كي نزيدكم انا زياده تو يقولكم طلع لي الانرجي تاع اللامب شنو نضرب هوني؟ نضرب في الدلتا تي في المده الزمنيه اللي استهلكتها لاباري. اوكي شفتوا كيفاها؟ اها دلتا تي هذه نضربها دلتا تي شنو يكونوا لينا؟ هذه كلها هي شنو؟ انرجي الكتريك الانرجي بالنسبة للون ديزولي ايغال الانرجي تا جينيراتور موان الاو تاع الموتور. اوكي اها هذي كي نعطيه لك الكلهم تشوف انت اون جول وكان قال لي بدلها لي بالواتور ترجع تقسم على 3600 وكان قال لك بدلها لي بالكيلواتور تولي تقسم على 3.6 10 بيسونس 6 جول. بي اللي عنده بروبليم في كيفاش يحول الوقت معناها من لور للسكوند والا لور للمينوت ولا من المينوت للسكوند. المهم الوقت يرجع في ما فيهاش عيب الحكايه هذه. اوكي بي ينجم يعطيك مده زمنيه مثلا 1h30 مثلا شنو تعمل انت باش ترجعها بالور 30 مينوت ونيرا تمشي ل 30 هذه وتقسمها على 60 اوكي باش تولي لك 1.5 هذه يقول لك بدلها لي بالوتر. اوكي تبيع فهمتوها توا كيفاش نطبقوا الوادي ماي كيفاش نخرجوا منها الكويسونس ولا التونسيون سهلة مش صعيبة. به اي اباري عندها دي كونسيون خاصة بها لاباري هذي تتلقى شنو انرجي الكتريك وتحولها سو فورم دينرجي اخرين عن دو تيب من ديبول ديبول اكتيف وديبول باسيف شنو نقصدو بها الاكتيف وباسيف انا تنقولكم كل واحدة شنو المفهوم تاعها مثلا الانرجي الكتريك تتحول بكلها الانرجي ترميك ترميك معناها شالور كلها الكتريك كلها تتحول شالور الحرارة هذا يتسمى باسيف ديبول باسيف. اوكي باهي كيما الريشو باهي. اوكي فما نوع اخر من ديبول اسمه فيا ديبول اسمه اكتيف كيفاه معناها لاباري هذي تتلقى الكوران فهمنا وتحولها الانرجي اخرى انرجي بارتي منها انرجي ترميك شالور وبارتي منها انرجي اخرى سو فورم انرجي اخرى شنو هي مثلا ناخذ مثال الموتور الموتور شنو الموتور يسخن وحاجه اخرى يحرك هذيك الانرجي ميكانيك مفهومه ان ريزو الباسيف الانرجي الكتريك كلها تتحول بكلها تتحول لانرجي ترميك معناها شالور حرارة اوكي سخانة
كلها مفهومة؟ وفما بارتي دي بول نوع آخر، دي بول نوع آخر يزيد بارتي أخرى من الإنرجي تجم تكون ميكانيك وإلا شيميك. أوكي ميكانيك ما قلنا الموتور مفهومة؟ بارتي منها سي بون؟ برافو. كما قلت passif هو transformation totale de l'énergie électrique en énergie thermique. L'actif transforme, il se transforme, il transforme une partie de l'énergie électrique en énergie thermique ou énergie autre partie منها. كيما الموتور مفهومة؟ OK. B. أي ماكينة عندها دي كونديسيون خاصين بها. لي كونديسيون هذوما يتمثلوا شنو؟ يتمثلوا في تنسيون، بويسونس. أهم شادي تنسيون نومينال و بويسونس نومينال. أوكي هذوما حددهم الصانع متاعها. أوكي يعني القدرة الاستيعاب متاع القدرة الاستهلاكية متاع لاباغي هذيا لازم تفوتهاش، خاطر كان تفوتها باش تهلك لاباغي الماكينة باش تهلك. مفهومة؟ بيه مثلا ناخذو كالكولاتريس، كان عندكم كالكولاتريس بحداكم تاخذوها تشوفوا الخلفية متاعها، تقراو كيفاش لي زانديكاسيون متاعها، تشوفها اون فولت هي التونسيون و اون وات هي البويسانس. مفهومة؟ هذه هي هكا القدرة، الاستهلاكية متاعها. اوكي بي توا الاولاد كي نشوفو المثال متاعنا اللي قدامنا هذا لامب انبوبة عندها زانديكاسيون متاعها، لانديكاسيون بالنسبة لبويسونس نومينال و تنسيون نومينال. بويسونس نومينال 25 وات و التنسيون نومينال 12 فولت. شفتوها؟ باش ما تفوتش، باش ما تترشقش الانبوبة هذي لازم تكون تنسيون نتاعها لازم تكون اقل من تنسيون نومينال حتى زادا البويسونس. اوكي معناها لازم تفيريفي الكونديسيون اللي قدامنا. اوكي يعني سيتادير كان تاخو بويسونس اللي عطيتها لها اكبر من بويسونس نومينال ولا التونسيون الانبوبة باش تترشق. اوكي سي بون تري بيان. يقسلنا شنو الفولت متر؟ يقسلنا تنسيون. اوكي تنسيون نقيسو، نجمو نقيسو بها كيفاش نقيسوها بالفولت متر. اوكي فولت متر و الكورون الانتنسيتي كيفاش نقيسوها بال لامبيرمتر. اوكي ب زيت البويسانس البي، هذه البي نقيسوها باباري خاصه بها اسمها الوات متر. الوات متر السمبول نتاعو هكا، السمبول نتاعو وات عنده 4 بورن. شفتوها هما 4 بورن. كيفاش البرانشمون نتاعو؟ en série et en même temps en parallèle. معناها شنو هي خاصية شنو؟ خاصية الفولت متر و الامبير متر. الفولت متر en parallèle
ولا البيرميتر يمشي مع الديبول. اوكي يمشي مع الديبول. اوكي توا باش نشوفو كيفاش يتحط مع الديبول. مثلا بالنسبه للموتور شوفوا كيفاش حاطينه. حطينا موتور، حطينا بحذاه الوات متر. الوات متر هما لي بورن نتاعو اون سيري و دو بورن لوطا دوما حطيناهم اون باراليل، يعنيها ياخو خاصيتين تاع الوات تاع الامبير متر و الفولت متر. اوكي بوسانس ايغالا U فوا I. كان انت تنسى البرانشمون تاعو كيفاش نحطو الوات متر، تعرف انت فولت متر كيفاش اون باراليل هاكا، معناها لي دو بورن لوطا تحطهم اون باراليل بالنسبة للديبول اللي تحب عليه انت، و الكورون اون سيري هاكا. سي بون هاهما الديبول. شفت كيفاش البول هذوما لي دو بول؟ C'est bon? Toi, question t'a typé. A vidéo, puis résumé ta cours ou application ou des questions t'a typé. Ok? Maintenant, j'entends une question t'a typé. Qui dit que l'examen t'a typé, le prof, le collègue, qu'est-ce puissance t'a moteur? ولا اي اباري ولا البوسانس تاع اللون. وانتي في حالتي شوف الزهر نتاعنا، كان الوات متر نتاعك الوات متر نتاعك مكسر، شنو تعمل؟ كان عندك الزهر الوات متر نتاعك يخدم هاكا، تحط البرانشمون نتاعك سي بون وتقراها، تقرا الفالور. اوكي ما تنساش اون وات. اوكي نمشي للزهر اللي ما عندوش زهر. تصور انت الوات متر نتاعك مكسر اون بام، شنو تعمل؟ عندك دو زاباري هما شنو؟ ديما نذكر الوات متر متكون من شنو؟ من خاصيتين، خاصية الفولت متر وخاصية لامبير متر. دونك اول حاجة تحط انت شنو؟ تحط بعد الديبول لامبير متر، تقيس كورون اي. اوكي عندك الفالور نتاع الكورون بي، تمشي توا اون باراليل تحط الفولت متر نتاعك وتقيس التونسيون. الوغ طلعت الفالور نتاع التونسيون، دونك نجي نحسبوني البي نعرفها هي U فوا I، دونك لي دو فالور تحط الفالور نتاعك. اوكي شفت هال كيسيون تاع تي بي كيفاه؟ كي يبدالك الوات متر مكسر تستعمل لامبير متر والفولت متر. اوكي تخي بيان. باهي هوني كي نحط الوات متر هوني انا هوني طاف حط الوات متر هوني. شفتو كيفاها؟ اها الوات متر لي دو بور خاصية لامبير متر هاهما، شفتو كيفاه؟ وخاصية شنوا؟ الفولت متر هاهم، عندو دو بور نهب هاهم نخرجهم ونشوف هذا اها. شفتو كيفاها؟ وهذا يمشي لك هك سي بون. هذا باش تعطيك البويسونس نتاع اللامب. اوكي مفهومة؟ تخي بيان.
Je n'hésite à l'installation, ok? Je n'hésite à l'installation d'un circuit interne. Les choix conditions, les mettre ou mettre tension nominale interne ou la puissance nominale interne. La قدر الله نحنا فتناها الحكاية ذي شنو باش يصير السخوي باش تحرق باش ما تحرقش السخوي باش ما يصيرش ماس في الدار مثلا شنو لازم يبدا عنا لازم يبداو عنا حاجات تحمي لينا شنو السخوي هما شنو هما قدامنا هما ديجونكتور والفوزيبل ديجونكتور والفيزيبل يحميو الدارة الكهربائية متاعنا كيفي يصير ماس يصير تنسيون فما تنسيون قوية الديجونكتور ديجونكتور اللي قدامنا يكوب لو سيركوي ان كا دو كور سيركوي او ان كا دو ديباسمون دو لا بويسونس نومينال ولا التنسيون نومينال اوكي فهمتوا مفهوم فهمتوا الغالب بتاع ديجونكتور الفيزيبل يحميو الدار الكهربائية متاعنا تاع الدار بيه فما نوسيون أخرى أنا ما حكيتش عليها الفوق هي لفي جول جول هو الانرجي لفي جول هو ياخو خاصية الديبول اللي حكينا عليها شنو الديبول اسكو ياخو خاصية الديبول باسيف ولا الاكتيف نزيد نذكركم الباسيف الانرجي الكتريك يحولها الكل تتحول كلها الانرجي ترمي والاكتيف يحول بارتي منها الانرجي ترمي ويحول منها وحاجة اخرى انرجي فورم الى اوتر فورم من الانرجي لازم تكون ميكانيك توا لي في جول شنو هي خاصية الباسيف اوكي يعني نوسيون تاع لي في جول سي لا ترانسفورماسيون دو لينيرجي الكتريك ان انرجي تيرميك لينيرجي الكتريك ان انرجي تيرميك كلها يحولها لسخان الحرارة اوكي بيه درس تاع البيسونس سهل مش صعيب فما حاجة اخرى باش نزيدها لكم البري قداش استهلكنا من طاقة يقول لك كونسوماسيون بتاعك احسب الكونسوماسيون البري هو نومبر نتاع الكيلوات قداش استهلكت من كيلوات نومبر كيلوات فوا البري يونيتير سوم الكيلو واحد اوكي بري يونيتير اوكي الكتيب Ok, unitaire. C'est bon? Ok? Alors, on y a une telle puissance. Inch'Allah, femme tour. Et je m'agis pour une harahat, Inch'Allah. Je vais vous donner un cours. Je m'agis, Inch'Allah, je vais vous donner un cours chimie. اللي مطلوب منكم هو تحضروا تعاودوا تحضروا النوسيون تاع اللاتوب اوكي والشارج شارج تاع البروتون البروتون تاع الالكترون تفرقوا كيفاش معناها شنو تفرقوا بين الشارج بالنسبة للالكترون والشارج تاع النويو اوكي
حاجة أخرى في وسط الجمعة إن شاء الله باش نهدركم السيري، واللي يخدمها نعطيه كوريكسيون نهبطها. الكوريكسيون تحبوا تفضلوا أنه تكون في شكل فيديو وإلا في شكل PDF.